حبلنا الكريم مشاهدينا الاعزاء اينما كنتم ما زلنا متواصلين واياكم ينطلق على بركه الله وتوفيقه. الشوط الحادي عشر المخصص لسن الحقائق ولفئه الابكار، حدد الهدف الى تلك السياره التي تنتظر فائزه عند خط النهايه، فجاءت الشعارات الرنانه وجاءت الاسماء العملاقه بحثا عن الناموس وعن النيسان بترول استيشن اكس اي. اذا ابتدات معركة الحقائق على ارضية ميدان التحدي، لنتحول واياكم الى ارض المعركة هنا في هذه اللحظات. من تبدأ مع البداية ومن تتقدم وتحتل الصدارة، وتابع هنالك التقدم من قبل رسالة خليفة بن محمد بن خليفة بن اطوار الكواري، يقدم لنا رسالة حضر هنالك شعار البطين ليتقدم بالصداوي يا طالب بن علي. ألف هيدا يتقدم مع المركز الثاني، بينما أتابع الحضور والانطلاق من قبل مودة سعيد بن عبد الهادي الشهواني، يدفع لنا بمودة مع المركز الثالث، بينما رابعا أتابع التقدم والوصول من قبل الحذرة مسلم بن حمد العامري، يتقدم العامري ليقدم لنا الحذرة مع المركز الرابع، بينما خامسا أتابع هنا التقدم من قبل افعال احمد بن محمد بن خميس الاخيلي. هكذا هو نيدان الاول لهذه الاسماء الباحثة عن النيسان بترول استيشن وعن تسعيرات هجن الشحانية، التسعيرات المليونية. اذا هنالك الصداوية تختطف الصدارة، يتقدم البطين ليتحرك هنالك بشعاره، بينما هنالك الحضور من قبل شعار بن اطوار الكواري، وحضرت وانطلقت من المركز الرابع الى المركز الثالث الحذر مسلم بن حمد العامري، هنا يدخل الى وسط المعركة. ايضا التقدم هنالك من مودة سعيد بن عبد الهادي الشهواني، يحضر مع مودة. ياهو شوط فر، ياهو شوط كر، ياهو شوط حماس، ياهو شوط ناري من اجل الفوز، من اجل الانتصار. السيارة تنتظر. اختلط الحابل بن نابل، بدأت الأسماء تقترب إلى وسط المعركة هنالك إلى المنطقة المستهدفة، وما زالت هنالك من تتقدم مع مقدمة الشوط رسالة خليفة بن طوار الكواري. الحضور أيضا والقدوم، وصلت هنالك جمرة حمد بن سيف العامري، يحضر مع جمرة إلى المركز الثاني المركز الثالث. الحضور هنالك والانطلاق من قبل الحذر مسلم بن حمد العامري، يتقدم ليقدم لنا الحذر شعار بن اطوار الكواري. حضرت الاسماء القادمة، اسماء جديدة تنضم هنالك الى قافلة الصراع، الى محور النداء، الى معركة الحقائق. يا محل المعركة، يا قوة المعركة على ارضية هذا الميدان. بينما نعود الى البداية هنالك مع مودة سعيد بن عبد الهادي الشهواني، يقدم لنا مودة. ايضا هنالك الحضور من قبل جمرة حمد بن سيف العامري، العامري مع المركز الثاني وثالثا. حضرت هنالك واندفعت في هذه اللحظات الى المركز الثالث، حضرت هنالك ظنجر الله بن ناصر المكسور، ولكن العودة الى الثلاثي الكبير، الى الثلاثي الخطير، الى الاداء المثير من قبل من تقدمت في هذه اللحظات. هنالك جمرة حمد بن سيف العامري ايضا حضر هنالك واندفع في هذه اللحظات. وصلت هنالك غنى هادي بن صالح اليومي، يدفع هنالك بشعاره ليتقدم هذه القائمة. أبناء المملكة يتحركون، بينما أبناء الشحانية يقتربون إلى المركز الثاني. النيسان البترول استيشن ينتظر الميتين متر الأخيرة، اليومي يتقدم الأسماء. أيضا أتابع الحضور من قبل من وصلت على المركز الثاني، تنطلق هنالك ثانيا، تتحرك مع ثاني المراكز هنالك.
من تندفع بهذه اللحظات هتان. منصور المنصوري واليامي اليامي والعروض الكبير، ابناء المملكه ابناء المملكه يختطفون هذا الشوط، هذا الفوز والانتصار. سلام لليامي، سلام النيسان بترول ستيشن. هنالك مع اليامي من حقق هذا الفوز، وهنالك هادي بن صالح الكليب اليامي يحقق هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما ناتت على ثاني المراكز وصلت هنالك حتى منصور بن سيف المنصوري المركز الثالث، وصلت مودة سعيد بن عبد الهادي الشهواني المركز الرابع، تبوك محمد بن خالد العطية المركز الخامس، وصلت على خامس المراكز احتفال سعيد بن مبارك العمري. هكذا متابعينا الكرام شاهدنا وإياكم هذا الحضور الكبير من قبل غنى الهادي بن صالح بن خضير الكليب اليامي محقق الفوز والانتصار والسيارة. التوقيت الزمني 6:09 و34 جزءا من الثانية، تهانينا على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. بينما أتت هنالك مع المركز الثاني هتان منصور بن سيف بن علي المنصوري. التوقيت الزمني 6:09 و62 جزءا من الثانية، تهانينا على هذا الفوز وعلى هذا الناموس. ايضا وصلت هنالك مودة لسعيد بن عبد الهادي الشهواني من حلت على المركز الثالث، وتوقيتها 6:10 بالوفاء والتمام. تهانينا على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله.